أهلا ومرحبا في هذا الفيديو تحديث جديد للإصدار الخامس من برنامج زوروز. في هذا التحديث تم دعم يد التحكم الخارجية دون استخدام أي برنامج خارجي. كل ما عليك فقط هو تنزيل هذا البرنامج، هذا الإصدار حجمه الصغير، وتقوم بتثبيته على الإصدار الأول كتحديث. والآن نشاهد طريقة تفعيل يد التحكم بكل سهولة من قائمة الضبط، واختار Reinstall Zuros مع XMBot. نفس زمان، لكن هذا سيضيف تحديث فقط، سيأخذ وقت قصير وقليل، لا يحتاج إلى الانتظار كثير، لأنه فقط سيثبت سكريبت. كل اللي سيفعله تثبيت سكريبت وإضافة الدلز يد التحكم أو ملفات يد التحكم، ثم يتفل تلقائي عند الإكفاءات التلقائي سيكون جاهز. ومن ثم نقوم بفتح البرنامج والاتصال بيد التحكم عبر البلوتوث أو اليو اس بي. سأقوم بتفعيل البلوتوث والاتصال بيد التحكم أو وحدة التحكم الخارجية، والآن كما تلاحظون متصلة. نقوم بإضافة وضع الألعاب الجيمينج، إذا لم يكن موجود قم بإضافته من مجلة الأزرق. من هنا تضيف المود اللي تريد، سواء فيرجيل أو جي بي يو أو جيمينج. نقوم بتشغيل جيمينج أو نورمال ديسكتوب. أيضا تم إصلاح التاسك مانجر أو مدير المهام وإضافة خصائص سامسونج ديكس أو سطح مكتب سامسونج. سنقوم بتجربة سامسونج ديكس في هذا الفيديو. نقوم بتفعيل سامسونج ديكس والانتقال إلى سطح المكتب. بعد أن فتح سطح المكتب أو سامسونج ديكس، نقوم بفتح برنامج زوروز الإصدار الخامس التحديث الجديد. تلاحظ أنه سوف يختلف في سطح المكتب ديكس أو في سامسونج ديكس، ستختلف ميزات زوروز قليلا. وكما هو معروف سامسونج ديكس تحتاج أنك تستخدم يد التحكم الخارجية والذي تم الاتصال بها مسبقا عبر البلوتوث لكي تلعب أو استخدام البرنامج في الشاشة الخارجية أو الكبيرة. والآن نقوم بتشغيله واستخدام نورمال مود لتجربة سطح المكتب، تفعيل كرة الاختصارات من هنا، شورت كات منيو نضغط للتجربة أفضل عبر الفأرة. الآن هي الماوس متصل عبر اليو اس بي، اليد متصل عبر البلوتوث. والآن تشغيل جيلبسي، واين جيلبسي أو جيلبس من هنا من واين اكسبلور. من ثم نفتح جهاز الكمبيوتر وكنترول بانل وجيم باد، نفتح هذه التجربة برنامج التجربة ونجرب اليد. لاحظ أنها ظهرت يد التحكم جاهزة متصلة. نقوم بالتجربة، سأقوم بفتح الكاميرا، تلاحظ اليد التحكم في التجربة. سأقوم بعرض يد التحكم على الكاميرا لتشاهد التجربة بالتفصيل. والآن تجربة لعبة بورتال 2 أو البوابة عبر يد التحكم. أولا نقوم بضبط الشاشة، وأيضا سنقوم بتجربة تاسك مانجر أو مدير المهام. Thank you.
in suspension for 50 days. In compliance with state and federal regulations, all testing candidates in the Aperture Science Extended Relaxation Center must be revived periodically for a mandatory physical and mental wellness exercise. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look up at the ceiling. Good. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look down at the floor. Good. This completes the gymnastic portion of your mandatory physical and mental wellness exercise. There is a framed painting on the wall. Please go stand in front of it. This is art. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, stare at the art. You should now feel mentally reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this classical music. Good. Now please return to your bed. You have been in suspension for 9999999. This courtesy call is to inform you that all test subjects should vacate the enrichment center immediately. Any test subject emerging from anyone in there this time will be assumed to have exercised the right to remain in extended relaxation. Are you going to open the door at any time? If you have questions or concerns regarding this policy, hello? Spanish language version of this message. Are you going to open this door? Because it's وكما تلاحظون الإصلاحات الجديدة مثل يد التحكم ومدير المهام وغيرها من الإصلاحات دون الاحتياج إلى برامج خارجية. والآن إلى اللقاء في فيديو آخر. Good night.